ولتفاصيل الخبر ينضم إلينا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي. أهلا بك دكتور على قناة المملكة. قرابة أو أكثر من 600 إصابة اليوم سجلت، ماذا يعني تكرار الرقم أكثر من مرة؟ مساء الخير، يعطيك العافية. طبعا إحنا يعني الكل بيعرف أنه إحنا في شهر 8 وشهر 9 نشهد ارتفاع في عدد الإصابات، ويبدو أنه يعني كنا نحكي أنه هذه الإصابات قد تكون ناتجة لأنه عدد الفحوصات يعني كثيرة، لكن أصبح واضحا للعيان أنه إحنا عندنا انتشار مجتمعي، وبناء عليه كما يلاحظ من البيان أنه في أكثر من بؤرة تشكلت جديدة. كل المحافظات عمالها بتسجل عن إصابات بدرجات متفاوتة. أكثرها كان في عمان، يعني نصف الإصابات في عمان. سجلت البلقة أعداد برضو لا بأس بها، حوالي 139 إصابة، والزرقاء يعني المدن خلينا نقول اللي فيها يعني سكان وكثافة سكانية، يعني يجب علينا أن نضع بعين الاعتبار أن التجمعات الغير ضرورية قد تكون سببا في ذلك. هلا احنا يبدو انه وصلنا في الاسبوع المنصرم، لو اخذنا زي ما اتفقنا انه احنا يعني بنطلع على الاسبوع الوبائي اللي هو يبدا من السبت وينتهي بالجمعه، يعني انتهى اليوم، لوجدنا انه اكثر من 2500 اصابه سجلنا في هذا الاسبوع، وهو لو اخذنا حتى باليوم اللي هو حوالي 600 500، بالاسبوع سجلنا 2601 إصابة بالتحديد، وهذا يشكل يعني عدد بجوز أكثر أسبوع منذ بدأت الجائحة. هلأ لنقول أن يعني هذه الإصابات، التحريات اللي بنعملها المباشرة للإصابات اللي هي الإيجابية، وسياستنا التي تغيرت لتكون الحجر من السفر يصبح في المنزل، يجب علينا أن نحتاط جميعا. يعني المسافرين لما ندخل أكثر من 17 ألف مسافر خلال يعني أسبوعين هذا يشكل تحدي، لكن إحنا اللي بنلاحظه أنه مستشفياتنا ومستشفى التحويلي ومستشفى الأمير حمزي لا يزال في العدد الأقل مقارنة من هذه الإصابات، يعني لا يوجد في مستشفى الأمير حمزي فوق حالات متوسطة وشديدة أكثر من 30 إصابة، لكن بنلاحظ أنه أصبح لدينا وفيات. هذه الوفيات كل يوم يعني نعلن عنها، كانت قبل شهر 8 كنا كل يومين ثلاثة نعلن عن إصابة، طبعا هذه مرتبطة بعدد الإصابات، كل ما زادت عدد الإصابات يجب علينا أن نحتسب حوالي 5% إصابات منها شديدة ويحدث لديها مضاعفات وتكون لدى كبار السن والناس اللي عندهم أعراض قد يشكلوا يعني عدد كبير أو نسبة كبيرة من العدد الكلي. هل اللي نلاحظ أن برضو الأعداد اللي ما عندهاش أعراض هي الأغلب، وهذه تشكل نسبة الشفاء اللي دائما مربوطة ب100 و200 و300 اللي بتكون. دكتور بسام بالتفصيل، بالتفصيل يعني أول شيء رح ننتقل إلى موضوع الإصابات التي بيتم تسجيلها، كم نسبة الإصابات اللي بيتم تسجيلها تذهب إلى مناطق الحجر في البحر الميت، كم عدد الإصابات اللي بيذهبوا إلى المستشفيات أو نسب الإصابات الخطيرة أو اللي بيعانوا من أمراض مزمنة، هل لديك يعني أي نسب معينة بهذا الخصوص؟ يعني خلينا نحدد ونقول حسب السياسة الجديدة من 23/9، يعني قبل ثلاث أيام، إحنا اليوم 25، لم يذهب أحد إلى مناطق العزل في البحر الميت اللي خاصة الذين اكتشفوا إيجابيا ولا توجد لديهم أعراض. أصبحنا نلجأ إلى العزل المنزلي ضمن شروط وضمن تعهدات، ويكون يعني المنزل مناسب لذلك. أضف إلى ذلك أن الحجر حتى للخضرة والحمراء والصفراء، الحجر الناس اللي بيجوا من برا تشترط أن يكون لديهم فحص، وإذا الفحص إيجابي بصير بدون أعراض بيلجأ إلى العزل المنزلي. حتى الحجر أصبح حجرا منزليا، وهذا ما يقلقنا. ليش؟ لأنه إحنا سننتظر في الحجر بعد أسبوع قد تظهر أي أعراض كمان على المحجور اللي جاء من برا ولم تظهر أي أعراض، لكن ما يطمننا أنه هو بكون ما عندوش أعراض، عشان هيك يجب أن نتعاون كلنا. هلا خلينا أقول اللي بدخل من هذه الحالات لا يتعدى بحده الأعلى يعني 7%،
7% بتكون لديها أعراض من هذا العدد. يعني لو جينا قلنا أنه اليوم إن 620 إصابة بالتوتل، منها 610 إصابات محلية، هذه الإصابات تمت متابعتها وأبلاغ أصحابها، وفرق الرصد تحرك لمتابعة المخالطين، منها فقط لا يتعدى 25 إصابة دخلت سواء مستشفى الأمير حمزة، وفي ناس هلا بيرغبوا بروحوا على المستشفيات القطاع الخاص، في مستشفيات ستة لديها القدرة الكاملة على استقبال حالات. يعني احنا تركناها خيار للشخص اللي عماله بيرغب، لكن وزارة الصحة حسب الجائحة وقانون الصحة العامة تغطي كاملا تأمينا لكل أردني تظهر عليه إصابة ويحول للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة. فهذا الرقم لحد الآن لما بدي أقول أنا ثلاثة ضفنا على 36 صار عندنا 39 وفاة، لما نقول 39 وفاة من مجموع 7211 لم تتعدى 1%. وبجوز شفتي في التقرير اللي أشار إليه الناطق الرسمي الدكتور نذير، قال في المتوسط يعني من 3 إلى 7 الوفيات في العالم، إحنا لم نصل 3% حتى. يعني وضعنا بديش يعني أطمن وأخوف، هو مطمئن، لكن إحنا كلنا يجب أن نتكاتف، نلبس الكمامة، نبعد عن التجمعات الضرورية. يعني اليوم الجمعة لو شفت مظاهر برضو غريبة لتجمعات للناس، أنا يعني بناشد كل الناس إن إحنا بنفوت في أزمة، يعني بنفوت في أزمة هلا، الكل مفتوح، المطارات مفتوحة، يعني الأماكن المغلقة قليلة جدا نسبيا، وإحنا بنحاول كلنا من نعيد النظر في آلية لكيفية التعامل حتى مع المطاعم حتى مع الجوامع. لكن نعم سندخل بهذا التفصيل دكتور بسام. نعم. عندما تقول أن هناك في مخالطة، طيب نسبة الإصابة مجهولة المصدر تقدر بقرابة 25 إلى 30%، يعني صحيح. إلى أي مدى تشكل خطر على نقل العدوى بالتوازن مع ازدياد عدد الفحوصات ايضا؟ ما هو احنا لما يكون في انتشار مجتمعي سيتم الحظر بانك انت ستصلي في النسبه قد تصل فعلا الى 20 إلى 30%، خلينا نقول غير معروفه المصدر، وترهق فرق الرصد للتعرف على مصدرها. فأنا يعني بطل في هذه اللحظة أو في هذه المرحلة أنه أنا أدور على كل المصادر. يعني أرقامنا بشكل عام، خليني أحكي رقم بالمملكة، عندنا فقط 4% من المؤشر، الحالة المؤشر اللي هم تسببوا في نقل عدوى لمخالطين، والباقي تصوري أنه فرق الرصد اكتشفت هذه الإصابات. هلا مع زيادة الأعداد قد يكون ذلك يشكل عقبة في أنه في متابعة الحالات عمان عشان نوصلها. هلا صارت الحالات في البيوت، وزي ما حكينا أنه بدك تعتبر نفسك أنت، لأنه 80% 85% من الحالات بدون أعراض. يعني قد أكون أنا يعني أحمل الفيروس وأعديه لأي سبب آخر لحد مش لابس كمامة، أو أنا أكون مش لابس كمامة، وبناء عليه بديش أقول أنا يعني لسنا أو ليس لدينا القدرة للتواصل مع الحالات، لكن لأنه الحالات موجودة في البيوت، الناس موجودة معزولة في البيوت وهي إيجابية ما عندهاش أعراض، وفي أرقام الكل بيعرف أنه لما نطلبها لو أي أعراض بسيطة المستشفيات المركزية وخاصة الأمير حمزة يستقبل أي حالة ليس لديها أعراض تحولت إلى أعراض. لكن في البداية هلا يعني 25% لما نقول يعني غير معروفة المصدر إصابات من التقصي الوبائي وفرق الرصد، يعني كنا قبل نكتشفها في 2 أو 3 أيام، لكن هلا نحتاج إلى أسبوع حتى نصل إلى نهاية الخيط لكل حالة إيجابية. طيب دكتور هل هناك أي توجه؟ دخلنا على الكرك هلا، شوفي في حالات هذه جديدة جدا يعني بالكرك، ليست الحالات اللي كانت قبل 4 أيام أو من غور الصافي أو كذا. كل هذه الأمور قد تكون جديدة وقديمة، الأمر الذي يحتاج إلى جهد أكبر من فرق الرصد. يعني هل يعني ذلك أن هناك أي توجه لزيادة الفحوصات وزيادة أيضا أعداد فرق التقصي الوبائي بناء على الحالة الوبائية الحالية؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك يعني التحريات المخبرية. وإذا لاحظتي معالي الوزير أعلن أنه أعلننا عن مختبرين في المفرق وعلى ما أذكر وبالكرك،
يعني مختبرات. هلا تدرس اللجنة إمكانية وضع محطات مخبرية في المراكز الصحية الشاملة حتى تكون قريبة من الناس، من المواطنين اللي بيظهر أي أعراض على طول، يعني لا تكون المسافة عنه بعيدة أكثر من 5 كيلومتر. أي حد بيقدر يوصله ويأخذ العينة، والعينة إن شاء الله سيتم فحصها بسهولة، حتى كل ما كان كشف مبكر وفحص مبكر والعينة تطلع مبكرا هي بتعكس الرقم الحقيقي. فإحنا بنشتغل بشتى الطرق بالسيناريوهات الجديدة حتى نضمن، يعني هاي اليوم شيء مبشر إنه المطعوم وصل. يعني سنعمل هلا المطعوم سيخفف العبء، المطعوم للاتش 1N1، خلينا اكون واضح، للاتش 1N1 لان انفلونزا الخنازير انفلونزا الخنازير او الانفلونزا الموسميه وصل والحمد لله. سنعمل هلا على وضع من الذي ياخذوه، الكوادر الصحيه لازم تاخذه عشان تظل تحارب بقوه الفيروس. هلا الكبار السن المعرضين للاصابه، فيعني كل هذا بيساعدنا ان شاء الله في احتواء العدد هذا. وانا متوقع وواثق انه يعني بجوز على المدى خلينا نقول الاسبوع العشر ايام لن نزيد عن هذا الرقم باذن الله. طيب دكتور بسام، يعني هناك ازدياد في الحالات ونتمنى طبعا انخفاض هذه الحالات، القدره على التوصل الى المخالطين ومخالطين المخالطين، يعني هل هناك ربما سيكون اليه جديده للتوصل الى مخالطين، يعني طريقة جديدة، يعني آلية معينة؟ هو قد يكون يعني السياسة الجديدة هي التوصل إلى المخالط اللصيق وليس مخالط المخالط المخالط. قبل كنا نمشي مع السلسلة عشان نوصل لآخر آخر جزئية في الخيط اللي بتصير فيه أعداد كبيرة عشان نوصل لمخالط المخالط المخالط. هذا ما بيجدي الكلام، يجب علينا أن نركز للمخالط اللصيق اللي بيكون قاعد معه، اللي بيكون من أهله من قرايبه في مكتبه في مؤسسته، اللي هو إمكانية نقل العدوى زادت عن المعدلات اللي احنا بنحكي. كنا نقول واحد بيعدي 2.2 بالعشرة، هلا الواحد صار يعدي 4 و5، لانه خلينا اقول بالكلمه بالبلدي يعني الواحد بفقس لي 2 و2 بفقسوا 2، يعني زي تراكمي هندسيه. وبناء علي احنا بنشوف المخالط اللصيق حتى هو اللي قد يكون المخالط البعيد حتى لا يشكل خطر في نقل العدوى زيه زي الاخرين. وبناء عليه ستتغير السياسات، لكن الفحوصات ستبقى، لكن بجوز العشوائي نبعد عنه ونخليه مستهدف اكثر. عشان قبل كنا يا دوب لما نمسك حالي من العشوائي ننبسط لانه عددنا قليل، هلا يجب علينا ان نتابع الحالات الموجبه ومخالطيها اللصيقين جدا. نعم، عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه الدكتور بسام حجاوي، شكرا لك.